كنشكر اللاعبين ديال مولوديه وجده اللي قدموا حتى هما اداء في المستوى، وكذلك حنا بالعزيمه ديال الدراري والخبره ديالنا استطعنا اننا نفوزوا. المقابله ما كانت سهله، ولكن الحمد لله الاهم ديالنا هو انهينا الشطر الاول يعني بفوز وبدون هزيمه، هذا هو اهم حاجه. كنتمنوا ان شاء الله دابا عندنا واحد الفتره ديال الراحه، ان شاء الله نرتاحوا ومن بعد نرجعوا ان شاء الله للخدمه والاشتغال. تابعنا خدمه كبيره ان شاء الله باش نفرحوا الجماهير ديالنا. مولوديه وجده كنعطيهم كل الاحترام، قضينا معاهم سنوات كانت زوينه وخايبه، ولكن كنتمنى لهم التوفيق والله يوفقهم، وهذا هو الاهم. المباراه ديال التيربي كنا عارفين هذه المقابله تكون صعيبه، كاع الدراري كانوا عارفين المسؤوليه اللي عليهم، فدخلنا الميطه الاولى ما كناش مزيان، الدراري تقاتلوا باغيين يساليو ماتش من الميطه الاولى، فالحمد لله في الميطه الثانيه الدراري دخلوا باش يربحوا، والحمد لله ربحنا، وتنتمناو نبقاو غاديين في هذا المستوى ان شاء الله ونفرحوا الجماهير الرجاويه. لا فتره التوقف هذه ضروري نزيدو نخدمو باش نبقاو غاديين في نفس المستوى باش نلعبوا على البطوله ان شاء الله ونفرحوا كاع الجماهير الرجاويه. كما قلت اي مباراه بعد التيربي تكون صعيبه، واي فرقه تبغي تلعب ضد الدراجه ضروري تبغي تقدم مقابله جيده. كنا عارفين حنا المسؤوليه اللي علينا، والحمد لله الدراري خدموا وكاع الدراري كانوا رجال وتقاتلوا وتأتنا الربح ان شاء الله، وداك الشيء اللي بغينا وان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.